ابوك الدخله كيف حالك يا سلطان؟ الحمد لله والله بخير يا حبيبي. شايف وجهك وشايف الرجال كيف وجهك الاسلام؟ يا ولد يا كيف الدخوليه ست؟ والله دخوليه قويه فنانه حلوه. يا اخي انت جميل يا سلطان والله، بس المشكله يا اخي انت محارب. اشهد بالله انك جبتها، لكن عاد الناجح دائما محارب. لكن الحين سلطان انت صدق من جد توقع تاخذ لقب، تاخذ الناموس؟ بما انك قلتها كذا انا اول شيء مرسي حجاجي على الله. الله كلنا مرسي حجاجنا على الله. شفت، لكن انا عندي الامل طيب. اها، املي بالله طيب. انا ما اقول لك 100% اني باخذها. ان كان الله كاتبها لي خذيتها، كان الله ما كتبها لي والله ما اخذها. خذيتها انا فانا استاهلها، خذوها زملائي فهم يستاهلون. لكن اقول الله يجعلها من نصيبي، وصدقني اني بفرح للي بيأخذها. مين اكثر واحد بتفرح له اذا اخذها لو ما كانت من نصيبك؟ يعني لو قدر الله عز وجل وما كانت من نصيبك، مين اكثر واحد تتمنى انها تكون له؟ اكثر واحد اتمنى انها تكون له، قل بصراحه. عبد الله المريم. وعشان امس تهاوشنا، بس انه ترى انا في نص دقيقه او في دقيقه بس انه يبقى الله يرفع قدرك. شفت هلا وسهلا، ايش عندك هنا؟ بس انا حق هوا تنظيفة. بيض الله وجهك. وجهك يعني معلمك، وش الوضع سعدك؟ انا تكفى ممكن يا اخي، انت مرجل 24 ساعة، ممكن ترتاح شوي؟ ممكن؟ ايش تقول؟ انت مرجل 24 ساعة، يا اخي ارتاح شوي. اللهم لك الحمد، شنو سعدك؟ ما له دخل، شنو سعدك؟ ما له دخل، لا الله، ارتاح شوي. اسمع اسمع، اركض اركض اركض، قول له ريلاكس. هذه يطول العمر تربيه الشايب وتربيه ربعي وبني عمي يطول والله العمر، والله واللي اشوف من بني عمي يطول العمر ايه؟ انهم على ذا الممشون امشي على ممشاهم، ماني بطيب من الحال ما طبت لنا من طيبهم. صح لسان وتقول ميدي. يا وش اقول لك؟ اركض 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 اركض. ما ادري كيف ايش ارد عليك. قلت انا انك يا رب سايق هجلت، سايق هجلت ايه، وقلت انا انك ما عندك فحد، ما عندك فحد، وقلت لك انك كيوت، فانت كيوت. انا ايوه اوب اوب اوب، والله يجي منك، صار يطلع منك كلام. انا خلاص تثقفت. تثقفت يعني الحب ثقافه. اوه حلو، اوكي طيب عطني قول لي. ايوه تحب حط موسيقى. ايوه اسلم. احب لي شخصين. كلمني عن الحب، قول لي احكي لي. الحب، الحب هو، بس 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 هو السعاده. ايوه الحب هو الامان. الحب هو الاطمئنان. الحب هو الراحه النفسيه. الحب هو شخص اذا ضاقت عليك الدنيا رحت انت تفضفض له. الحب هو يحبك بزينك وشينك. الحب هو ان غبت تضايقت وانحضرت استانست. الحب اخلاص. الحب اهتمام. الحب بذرة لا يمتلكها إلا شخص فعلا رجل، شخص بمعنى الكلمة كامل المواصفات، كامل العقل، كامل كل حاجة. فأنا إذا قلت لك إني ما أحب أنا كذاب، أنا أحب داري مني أحب. ما تحب؟ أحب أمي. عندك مانع؟ عندك مانع؟ أنا مرتاح جاجي على الله في كل شيء، حتى في أمك. إيه سب؟ مرتاح جاجي على الله إن الله يجعلني بر فيها. إيه صحيح. أنت عندك مانع؟ لا لا. عندك دواس؟ إيش رأيك أنا طقطق؟ حلو حلو الليفل، حلو حلو. لا خلاص أنا بترى بصير خلاص شخص يعني. أنا شخص. توك صاحي؟ كل هذا من سهركم، من باقي نايم؟ علمني بس. انا ترى لا من اللي باقي نايم سؤال؟
في احد نايم كلهم صاحي كلهم وينهم انا نايمي في ذا ما ادري شو انت انا صاحي من مو قاعد احاسبك انا صاحي من الظهر ايه؟ بس رحت غفيت قبل لا 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 ها متاكد نعم سم سم بالعافيه بالعافيه عليك يا حبيبي هذه من سيارته هذه هديه شكلها شو السالفه ايش رايك بس في هذول بكفك كنا عجوز لا لا صباح الخير ما شفت عبد الواحد اليوم بالمكزون ايه وش اقسم بالله تقول هذا خبره 10 سنين ليش يا ولد اداره حوار وشغل طيب عرفت ايه خرجني الله يخرج بس يوخر وجهك اه السلام عليكم ساك الله بالخير سلام شحالك طالعون وين عزيز يا ابو انت ولد ابو كاتب قصيه اه حلو حلو لا بس دي حلو لا هذا كاتب هذا كتم ممكن طاقتك يا حبيبي الله يصحيك تو ما نورت الهنجر يا حبيبي والله بس ليش ما انت موجودين في الحلقه نورت الهنجر ليش ما انت موجودين في الحلقه انا كنت متواجد وكنت انا لا لا فيه عندهم الحين تقرير عرفت اه فاصل حن من هواة القصيد نعم القصيد اذا جاء الشاعر يمشي نروح نتابع اذا جاء تقرير ولا شيء ناخذ لنا فاصل ايوه فتره راحه يا عيني يا عيني هلا 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 تعال 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 لا قد سالم موجود جديد من سالم موجود جديد سالم بن ما يوم بن هذا قليل ما اخذه يعني كل شخص ترى يشبه سالم لا حبيبي ترى هذا شيء لا روح عند ريان قال لي سالم جديد هذا فار مو بسالم قبل يا عيال خلاص خلاص يلا 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 كلهم نفس الشركة طولتوها الله والله طولتوها هي قصيرة قبل شوي صورته الله حبيتك ربي يلا 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 على الحلقة على الحلقة على الحلقة الحافة شيشة أربع حروب شاركين ما موك ما بي فواصل أوكي لا أنا أقول أربع حروب مشاركين ما أدري من أدعمني عرفت أنا أقول كذا بس ما أدري في كلامي غلط أقول أربع يعطيك العافية طيب إيه بس قبل اسبوع رحت قناه الواقع وطلعت لي مقاطع كثير وصممت لي مقاطع كثير وعسى الله لا يحرمني محبتكم والله اني مبسوط مره منها ونزل لكم بعضها اللي عجبني بس انا الحين شلون ارجع مره ثانيه للواقع الله يعطيك العافيه شلون ارجع مره ثانيه للواقع عشان تجي لي صمم ثانيه لاني الظاهر ادمنت الواقع طبعا يحصل المركز الاول على 1,000,000 ريال وباقي المراكز راح احط لكم تفاصيلها ولكن ما شاء الله حضور متواجد في كل وين كنت اليوم والله كنت في الاستوديو طيب تبغى عادي اصرح عادي تضرب دوريت الله اوكي يا كلماتي انا واداء محمد البريك وابراهيم عوض حيكسر سمعت حاجه منها دي بسمعك انت لا سمعك لا سمعك جوال عمون خلاص اخر الايام سمعك منه نايم خلصت شعره صح؟ كلمة من؟ انت واو اداء من؟ اداء محمد بريك وابراهيم عوض والله اني زين محمد بريك محمد بريتي محمد ابراهيم خوينا اذا جاب رد ابراهيم عواد وابو سمر فيك ايش شليت محمد على لو انت شال معنا ها انت شليت شل صوتك حلو طلع حلو الله يعطيك العافيه
خلينا نصورهم صورتهم عرفت لهم جدا الله يدعم يرداكم يا والي لا ممكن انا الله يسعدك يا رب ولا اللقاء اي لقاءاتنا واجد الحماس فل لذلك بروح المنطقة الثانية عند الشباب السلام عليكم اهلا وسهلا يا هلا والله حياكم الله وابد اليوم معنا حياكم كفو كفو ويزيدني شرح وبخ ومات بينه ويجي وابو يصرح بينه وانا قبل شوي وهم يدري وهم يدري عنه يا كولا كفو كفو ويزيدني شرح وبخ ومات بينه ويجي وابو يصرح بينه وانا قبل شوي وهم يدري وهم يدري عنه قال له هديات الوجه اعطاني اياها بن عوير محمد بن عوير الهاجري وش تقول ثلاث كبير من الليلة اليوم على نص الليل شارك فيه وش تظاهر عليك جمهورك ومفدينك ان شاء الله ان كانت محتمين هذا الليل ان شاء الله انا ودي اخذ من كل الشعراء لكن اللي عنده شيء بقوله حبيبي يا صلى الله يا سلام كفو كفو يعجبني حماسكم ما انا لو تطلعت في الجمهور ايش دعوه يا حبيبي يا حبيبي عيوني يا حبيبي طيب عشان بس كان مايك طافي فيصل بدر يقول نسال الله التوفيق والله يسخر للحفل الختامي ابي يسخر للشخص اللي راح توجه باذن الله رايح القمه والنواس والمليون وهو مشهور للبيت ان غير ان هذا اخر كرت ذهبي المرحله حشر متى جاء؟ جاء والله تعال اي ابشر ابشر هلا وش الاداره اي هلا يا حوري ما شاء الله تبارك الله ما شاء الله تبارك الله كل العيال في الحلقة اليوم انت تشوفون تعال 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 امشي 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 ادخل حشر حشر وين حشر وينه حشر 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 وينه سيف بطيء سيف 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 تعال 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 تعال
غيري في اخبار. ليش؟ لحظة ايش الذبة ما فهمت؟ تكفى. لا اشرح لك كل شيء. والله تكفى والله ما فهمت. السيارة اللي بتحط اخبار. ايه. تحط غيري عشان الوجهية السيارة. باعتبار من اجمل الرسائل اللي مرت علينا خصوصا الليله من ناحيه تراب افكارها من ناحيه موضوعها اهدافها المرحله اللي راحت قصيده دسمه مليانه شعر تقول تنطحت المحبه بل وفوصلت والاصرار حسب ان الجيوش اللي معي في الحب منصوره وحصيني من وفائي وتضحياتي دمعه وتذكار زجاجه عطر رسالة وداع خلف صورة لليالي لا تشرب وسامحني على اللي صار مصير العين لا غاب اليوم قصيدة قصيدة شاعر ومحترف ولكن أنا مسويت هذا البرنامج شعر القمة على قناة الواقع هذا البرنامج الفائز الأول سيحصل على مبلغ مليون ريال خاصة وسخن الحفل ما شاء الله تبارك الله كفو 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 من قبل أعضاء لجنة التحكيم عن طريق يا ساعد العرب الأستاذ سلطان بن وسام الهاجري وكذلك عن طريق الشاعر الكبير الأستاذ وصل العطياني وكذلك عن طريق الشاعر الكبير الأستاذ معتد العياضي واللي استحقها عن جدارة نبارك له ولمحبيه وكأنه يقول سلام 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 يا أهل الأوائل والمراكز سلام سلام يا أهل الأوائل والمراكز سلام الأولى 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 جاكم اللي يفرج الصومها وكتامها مس أنا هنا أنا هنا أنا هنا فارس الجمة وزيزامها محمد بن عوان يلا عجلوا عجلوا ورا ورا حط الفلاح حط الفلاح
بلاش جوال. العب العب مع الشباب، العب مع الشباب، مع الشباب العب. وين؟ مرحبا يا ابو سمر، الله يحييك. الليله تشرفنا بمقابله ابن عوير صاحب الكرت الذهبي، واخذها بجداره، الله يوفقه ان شاء الله. وياك جعل ربي يطول عمرك، وان شاء الله ان عن ظنك وظن كل طيب، وعاد القادم افضل ان شاء الله. الله يوفقنا وياك. نبغى كلمه للجمهور متابعين قناه الواقع، الله يحييك. اقول انا اول من يتابع قناه الواقع، وان شاء الله ان معك ومع كل طيب في البرنامج. الله يطول عمرك ويسلمك وعمرك نفداك. يا مرحبا بك وبارك التوفيق ان شاء الله. الله يبارك فيك خشب ورايه شارب باذن الله يجيبها الله ان شاء الله. باذن الله مرحبا بك ويسر. أشغلونا في البزنس. الله يحييك. كل حمرين وابو فلاح القرقاح يقول الحين حاطين اذا جات السبايا فلوس المنا يكسر الفنجال عم نجفه ننقلب جن وعقلنا يصير مهبول يفقد العقل وليش غلي له عقل وندعى داعي ابن سعود جينا ازحول يبشر بمحزم ما هو محزن فشل. الله يبيض وجهه ويجمل حاله وكمل طويل. والله يبيض الوجه ويجمل الحال. وجه بديت خشمك. كلامك طيب وان طيب. الله يرحم والديك. ما شاء الله تبارك الله. بسم الله ما شاء الله. هلا هلا ايش فيك؟ هلا والله. لا 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 تكفى تكفى. لا 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 ارحم امك. وشي انا مقصر معك طبعا. هذا المثال اللي يقول لك هاجم قبل ان تهاجم تعجبني تعجبني. هلا بسم الله نظرة الاسد. لا احبك احوشتك سب. بالعافية. مرحبا مرحبا. هلا 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 ما شاء الله تبارك الله. هلا انت الذيب وهذا حياك حياك. هلا شوف دائما مثل عبد اللطيف جميل مثل الباز عند الجميع. والله 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 يا امرك هم يسمونها جميع. هلا امروني يا اخوان امروني. سم دق دق دق. اصبر 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 اصبر. لا 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 لا
لا لا يا حبيبي لا لا سعود ولد ولد لا لا سعود سعود هي 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 شوف شوف ابو سمره شوف ابو سمره ابو سمره تعال بدك تاخذ جوال مني تعال انا ما ابي من تجيني ترى وصلت لك ايه حبيبي كانك ظلالي تعالوا تعالوا بحط لكم سنابي تعالوا اصبر وشو اللي ما يدري ترى كان يركض حبيبي كيف حالك كيف حالك كيف حالك لا لا اخبارك ما في العب بويك العب بويك انا العب بويك حبيبي كيف حالك بعدين انت شو وضعك انت شيك احمد طامي احمد طامي الغبار من ويك يلا الحين شوف اليوم بعطي فرصه للشباب بعطيهم الجوالات ويلا يمثلون دور انهم مو بسمره يلا لا مو الحين احمد سمره خلص لا كيف الحال شو اخبارك سمره يسوي زي كذا نعم يسوي زي كذا طبعا هذا هذا ابو شهاب كيف حالك والله انك افضل واحد يكفي ما شاء الله تبارك الله يا حبيبي والله ابو سمره ايش تقول جمهورك العظيم والله جمهوري صار ما حد من احمد ابو سمره سالم شوف انا صح اني احبك تمام بس والله صار لي فانزات والله ما اعرف فانزات ليش مولي حركات حلو ومستانس يعني وصول لا ومسوي حسابات في تيك توك مسوي حسابات في ايه شوف شوف المقطع قاعد يقول انصبر ايديا مش امك قاعد تسوي كوسه دلوش ما ادري والله ترى من كثر مشان ابو سمره اترك لا ما بتاخذ اترك الكري هذا اترك الكري هذا وين 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 ولد ولد ثاني سلامة يا ساتر سلام متى هنا سأسكت قليلا هنا سأسكت قليلا احتراما وتقديرا لهذا الكبير لهذا عند التدوخ رب المصحف ماني قادرة وعزة جلال الله وعزة جلال الله أنا ماني قادر بكيفه أقسم بالله أنت استويت اليوم انا مروق تقول لي كيف حالك اقول لك احبك يا للهم كان هز حازيح المتاليف ميزة في جدنا الاول وفينا حي والله علاج مكتئب كل نفسية كل متضايق كل فرحان كل تعبان كل استعف مبال خافيها صادق الكف ولم بالنبي حد كده عايز اقول له ايش ذا الجمال وايش ذا ايش هذا يا لبيث ثم يا لبيث ثم يا لبيث ثم يا لبيث
مرحبا يا جعل ربي يحييك يا الوافي اللي لك مكانه لحالك خوتك تشرى يا رفيقي وانا اخيك وانت تعرفني ما تخير بدالك يا ابو قلب نطهر من ثيابك اللي صليت ويا ابو ضحكة من تبتسم يبتسم كوني يا ابو وجهني غار القمر منك لا طليت وش العمر من دونك ودنياك من دوني دخيلك اليوم من جابني طاري وحنيت لا تذخر من احساس الوله شي لعيوني معاك المشاعر طبقت خطة التكوين تمنيتك انت واجد اللي مجلسه يا درج بها العود مع صغر الذلال فاتح بابه ومن مر رحب وعزمه كاذبه للمجد عود مكاسبه جزال لا قلب رضرف على قمة المجد عظمه شايب يبتل قبل طارك ناظرا عطن وجه لساعة وقت عندك ناظرا راه مجلسلك مجلسلك شرزة شرزة ابن الخالي وين وين هش هالكشخ يا اخو مش مش مشينا هلا بلي حبه شخصية قوية وسيم ولبق لا فوق كل هذا طيب وكريم يا حضر يا بوزولا الحقني يا فيصل اغليك جعل سنين عمرك مديدة وفاي واخلاصي لكم خير برهان تجاد ابوك اهل الفعول المن هلا تحية للوجه الله يطلعك كيف تقسى الجمهور المركز الثاني في نجم الجمهور مبروك على الانسان مبروك الى الان بالنسبة أبعلن اليوم آخر يوم أعلن فيه الخمس الأوائل يعني بكرة نعلن الأول ليه رب حافل بيوم يومين خلاص طيب الآن المركز الخامس في نوماس كاريزما اللي جايزة مليون ريال عبد الواحد العريج والمركز الرابع عبد الله الحربي يا سلام والمركز الثالث فيصل الحازم يا سلام والمركز الثاني إبراهيم عواد ما شاء الله أما المركز الأول عبد الإله والرجاء صرحت ولا قلتي ولا قلت اني انا ادعم ولا سوى ولا دعمت ولا سويت شيء الله الله يا القوه ولا حطيت المبلغ ولا حطيت يعني وكان جالس وذبحها وصاخ وذبحها وطبخ وخلص امورها وقال الحاله على ما يخربون عليه بعض الشباب وخربوا عليه وما قصر معهم وما يخالف الشباب اللي خربوا عليه حاولوا يمونوا عليه حاولوا يغيروا الجو لطفوا ما في مشكله هذه من شخصيات المجتمع نقدر نقول ونعيش ان البرنامج اللي انتم عايشين فيه الشخصيات الطبيعيه اللي انتم عايشين عادي بتقابل في الشارع الشخص الصاحي والشخص الخفيف والشخص الطالع كل هذه موجوده بالمجتمع شكرا للبرنامج لديوان هذه التشكيل وعلى ذلك المناحي شكرا علي واشكر كذلك يعني الرقي اللي بين الزملاء في جالس اصور تقرير الان تمام في القناة في هلسة ايها سلك سجلت ولا لا يا جماعة الهواء شوفوا ايش زين والغبار شوفوا ايش زين الهواء والغبار ملاحظين الله يستر الله يعين تكسرت الاغراض وطاحت كسرت شوفوا ملاحظين 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 هذه طاحت وجهت الى الحل الحقيقي اللي بيد الانسان هو الحل الحقيقي
سويت كل شيء. هناك هذه طاحت تراب وصيب ولد أخوتي قابل فهد يمكن قابل فهد الشباب أنا مساكم بكل خير ولا صباحنا وصباحكم بكل خير. الله حي يلا حي نورنا والله نورك الحي يا معلمي والله كذا الله دار إبراهيم عواد زعمية بس بدرك لهوي أنا بعد الله الرحمن انزل وعبا هلا هلا والله منور يا حبيبي يا هلا وسهلا كلمة توجهها والله يا حبيبي أنا سعيد جدا فيك إبراهيم الله يرفع قدرك أتمنى لك التوفيق إن شاء الله بالشخصيات الحلوة المميزة الله يسعدك كاريزما إعلامي قادم إن شاء الله بإذن الله الله يوفقك لا تأخذنا بخاطركم على أبو عبد الله منا نتعلم لا بالعكس حنا لا لا يا بعد يا حبيبي معدودة ونبي ندخل هوا إن شاء الله الله هلا إحنا من متابعين يا حبيبي على الشاشة بسرعة بإذن الله عميل الرادو تميز أبو عبد الله دقائق معدودة ندخل إن شاء الله هوا من يعطيك مجولات أنت عطيتنا ما واصل نجاحاتك في السوشيال ميديا ثلاث شرارة ما شاء الله مولع الدنيا بحركتك وشغلك وترتيبك الله يوفقك بإذن الله بإذن الله يعزك الله يسعدك الأول من؟ الأول إلى الآن يقولون سلطان ثقل الله يحييك الله يوفقك آمين الله يوفقك غطيك لا بالعكس بدون الله 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 بالعكس لا والله الله يوفقك بارك التوفيق شوف هي الموضوع أنت تعرف يرجع ليش المنافسة بالأخير تصويت ونقاط تصويت 70% نقاط 30% فصوتوك جمهورك وربعك وقاربك وجماعتك ومحبينك فأنت بتأخذ الأول هم صوتوا لك أنت البارح بخمسة الأوائل اليوم طالع خمسة برا اليوم هي طلعت الشكل طيب أو سيء دقائق معدود والله طلعت دقائق معدود أتوقع الأول الأول وين؟ من المراكز الأولى مراكز الأولى برايفو؟ الله يعز نجم الجمهور مركز الأول لا نجم الجمهور ما دخلت لسه مركز الأول في مليون عدم ثقة بنفسي كان أول شخص ربعي دهن قبل لا يرفعوا له هذا ارحب يا تاج راسي يا بعد عيني الله يعزك فارك التوفيق صباح الخير علينا وعليكم ارحب يا ابو عوض يا مرحبا مني الله يحييك الله يحييك طول عمرك سلم من الوجه يلا حي يا مرحبا يا ابو عوض وعلومه الله يهديك راح نفقد القريه بعد اربع ايام والله في جسم هذا حال الدنيا ما بكامل الا وجه الله تتوقع مركز ابراهيم عوض لا بد انك من المراكز الاولى انت ابو عوض المركز الاول ان شاء الله في القلب الله يعزك وعزيز الله يوفقك ويسر لك امرك يا حبيبي فالكم التوفيق الله لا انت والاخوان المسابقين باذن الله نحن الجمهور ان شاء الله يكتب لي يا حبيبي الله يا ابو علي بيض الله وجهك اليوم فطورنا ما شاء الله بيدينا الجميل ها ابو عبدو محمد هذا ابو سمره ارحب يا شناف لا ما احتاج ارحب حي الله شنا منافسه بيني وبينك ايه لحظه حط سناب القناه على خشمه لا 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 سناب القناه وانت حط ابشر يا بعد يا بيض الله وجهك يا حبيبي بس كم محتوى سناب من امس حبيبي مساك الله بخ سنابي لا هذا جنون هذه جنون الاعلام جنون لا نتكلم عنها اكيد فيك شيء انت ما حدك المرضيه من بعد تمسك يا حبيبي هذا شلون يا مرحبا علوم هذا شفت اليوم ذات يوم بتصير بحفر الاعلام اليوم انا اغطي عنك ما يحتاج ريح حي الله ابراهيم الساعه مباركه الله يبارك فيك شرفتنا يا حبيبي والله العظيم انك اضافه وان فرحنا والله بديت وكسورهم بالربع والله الله يجعله اقدرهم الله يعزك ويشرف لي اخواتهم طال عمرك يا بعد روحي ومعرفتهم تقي نقي نظيف وجعل ربي يوفقك الله يبيض شاهد والله اعتز فيه وانت والله على ما اقيل نعمل غاليين بعد ونعم الاخ ونعم صديق ونعم اخوي الله يبيض وجهك الله يرفع قدرك شو هذول الشباب هل عبد الله عتيبي اوه عبد الواحد رعد البتول رعد البتول عبودي ابو سالم ابو عبد المحسن يلا حي بيض الله وجهك والله العظيم مقدم اخ صديق وعشت ريالتي معنا احنا في برنامج احنا عيال رجال
الله يعز. فنعاملك باخلاقنا وتعاملنا باخلاقك، نعاملك بقيمنا. الله يرفع قدرك. الرفع تشهر ولا البرنامج يعوض في ذلك. يا بعد عين يا ابو عبد المحسن، هذا رعد البتاء مقدمنا الجميع، الله يبيض وجهه. الله يرفع قدرك. الله يعزك. الله يوفقنا وياه. شهادة والله تعز فيها يا حبيبي. ارحب يا احمد. يا حبيبي. يلا حيا. يا بعد راسك. الله يبارك فيك. طبعا احمد ابو سمره غني عن التعريف، ماسك سناب القناه الله يبيض وجهه. يا حبيبي. وداعم لكل المتسابقين الله يبيض وجهه. الله يخلي ليك ويبارك فيك يا رهيب. اليوم بالمناسبه انت من جمال اثرك وتاثيرك بطريق السائق. يمدح فيك ويثني عليك. الله يجزاك، الله يجعلنا عند حسن ظنه يا رب. رقم 3. سالني احد المذيعين وقال لي واحد من الشباب هنا في الاذاعه قال لي مين تتمنى ان يكون ياخذون القناه في الفتره الجايه؟ قلت ابراهيم. الله يرحمه. واقولها فيصل. الله يجعلني عند حسن الظن. طريقه 17. ايوه السبب. السبب انت محلك فيك رزانه واتكاله. الله يرفع قدرك. اضافه تصلح لبعض الاشياء، يعني مثلا الاشياء اللي يسويها زياد الشهري، يعني احس انه الله 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 يستر على حضبت الكف بعد فراقنا قالت معاذ الله، قالت معاذ الله ذلك ما جرى. الله يعني الله يبيض وجهك. انا ما شاء الله تبارك الله. الفطور ما شاء الله. ابو مسفر عبود نور الدنيا. الله يسلم. الله يبي الله يبيض الله يبيض وجيهكم كلكم. وش تاكل؟ حالات مقلقل. قم 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 من اليوم ادوركم العالم يشلون عنكم. وينهم 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 وين؟ يلا امشي 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 امشي. الفطور فطور فطور. النوم. زحمه هنا زحمه هناك هناك. مساكم الله بالخير يا هلا وغلا. رايحين الاستوديو انا ابو علي. مرحبا ومساء. يلا حيا. يا مرحبا. مرحبا. يلا حيا. طبعا من كلمات فيصل. وعندنا تسجيل الساعه 6 ونرجع القناه بان عنده مكس زون. وعسى الله يوفقنا وما اليوم كله ابداع وما نمنا الا 3 ساعات. عسى الله يعين. الاول بدل الثاني تعال. اي عادي. إذا في ضفير بيعطي كرت ذهبي على طول. لا شري ويستاهلون والله كلهم. بيض الله وجهك يا ابو فهد. الله يبيض وجهك. الله يرفع قدرك. ممكن على ما قيل اخر عمل اسجله وان شاء الله مو اخر عمل لكن اتكلم في البرنامج. بيض الله وجهك شاعر والله ان اللسان يتبعثر يا بعد روحي. الله يبيض وجهك. وحان الرحيل الله مشي ساعة الفرقة ولحظة الوداع. كلمات الشاعر. الله يبيض وجهك يا ابو علي ابداع يا بعد عيني. مساكم الله بالخير. اللي مشيت فيه بهالشيء اللي يتبين لك مع انك قفيت السكه تعرف ما قدمت للحين من يوم وياكم دموني يا عمي هل انا ما سمعت دستورنا الحمايا ما كتب حال يسوع العمر جلا ما جيت للواقع عشان التصاميم حضرت امثل طيبين السلومي ربعي بني جابر دهات صواريم مري ومثل يام وقت اللزومي ربعي بني جابر دهات صواريم مري ومثل يام وقت اللزومي واخذت حقي وافين. سعد الله صباحكم جميعا. احنا الحين مع ربان السفينه وهو عنوان النجاح وقائد القائد في الاعلام وقائد في المراجل. الله يطول عمرك. الحمد لله ناصر الغامدي. من بعدك ابو فهد مرحبا والله ومسهلا. الساعه المباركه. مرحبا ومسهلا. اعطيتني كلام طال عمرك اتمنى اني استحقه. الله شوي في حقك والله. الله يطول عمرك انك انت رجال وشاعر وحر
وما شاء الله جامع الملاجئ كلها بسم الله عليك. وهالكلام والله ماني بقوله مجامع عشان ماني اقول لك يا اصلا خلف الكواليس وبعيد عن الكاميرات لانه الرجال في هالزمن قليل والله العظيم انك من القليل صدق انك رجل ومحترم وراقي واتمنى لك توفيق واتمنى لك المركز الاول فعليا من قلبي لانك تستاهل ولا اني والله نقص في قدر زملائك لكن لانك تستاهل مليون وتستاهل علم الطيب من خاطر طيب اي والله الله يرحم والديك ابو عبد الله نتعلم منك العلوم واجده نتعلم منك المراجل نتعلم منك في مجال الاعلام الله يرحمك تعلم من المراجل انا اللي اتعلم والله العظيم نتعلم منك خصوصا في الاعلام الله يطول والله انك قائد وانت في منزله ذات الله يرفع قدرك لا تكبني على توني صغير الله يرحم والديك والله فكرة ان ولدك سمي ايه عاد هذه ميزه خاصه عشان كذا ابغاك تاخذ الاول الله يحفظك ترى الله يوفقك سعود ما كان رباني يا سلام عليك يا معوض يا مرحبا جلسة خاصة ومحبوبة ارحب العازف الكبير هلا 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 بالصديق والاخ يا مرحبا انا اللي حضرنا نلفت عيون ورقاف رد البره يا سامع الصوت عنا يا قبايل يا ما واهجنا عاد روح انت وابراهيم ارح واسمع صوتك الحين وش الحين يلا بعد سناب دي انت زين يا سعود مشغول انت ليفونا والظاهر ان بعد يا سعود عطلاني ادق 20 مره ما سعود ما كان وسط البيت عرضان الله صح عليك يا ابو عوض يا مرحبا أما الأول فهو عبد الله الحربي وتحية عبد الله الحربي أبقى حنا حرب واسم شواشي كان قديم الوقت واسم الفوعة حمد اسم بعدا من عدا لاشي خصمنا يا الربع بنزل لكم التصويت في نجم الجمهور نبي نتنافس مع الرجال وما نستغني عن دعمكم وش تقول أبو رقعان أقول ما حضرنا الخروج من التنافس الله الله وفارك التوفيق إن شاء الله وانت نجم يا أبو عوين الله يطول لي عمرك وأبو رقعان تراه بعد ينافس على لك البيرك بإذن الله أنا وفارك الله يطول بس مشكلة عبد الله إنه ينافسك ما أقدر واللي ودي أدعمك أنا وعبد الله واحد الله يعز يا مرحب هذا بالمطير هذا ومرحب شيخ حرب كله هذا بهلال مرحبا والله وما سهلا بالحب كله ارحب ابو علوش مرحبا والله وما سهلا اهلا بالشاشه الفخمه الله يطول عمرك شاشه فخمه وش نجم الجمهور نجم الجمهور نقول ان شاء الله ارحب ارحب تنبه والله فيصل يا مرحبا والله وما سهلا اقول لك حاجه انت وين تنزل هذه في الفيسبوك فيسبوك بس بسمره فجأة ارسل مليون الله يجعلني فداك يا رسول كيف حالك طيب مرحبا بك مرحبا بمتابعينا القريه من هاوس فيصل العويذي يا مرحبا نامس على نجم الجمهور يستاهل الدعم نشام من الاجرام النماس كريز ما راح النماس راح خلاص نعمان شل بويس أحس بالنقاريت اللي تبتو في بعض الأحيان تشوف الواردات تدرون هذه وش يا عيال هذه نعمان عبد المن عقاب لك ورا متى الله تواضع عليه شايف النفسي انا لا تصور الله هذا اسمه موجود يعني
الجميل اللي قلت له انه جميل وقلت هنيئا لكل شخص ايش؟ الله يسعدك يا احمد الله يطول عمرك والله احمد صبر زين ممتاز له كان ودي اني خذيت الوقت الكافي معك انا ما خذيت الوقت الكافي معك ابدا يمكن جماعتنا تعوضها في قادم الايام ان شاء الله باذن الله احنا محصورين في مكان ضيق لكن ان شاء الله نروح لا باذن الله نروح نسعى ان شاء الله عمر نجتمع طول عمرك يسعدك ربي شكرا لك يرضى عليك الله يطول عمرك ومرحبا يا سلام عندي انا يسعد الله صباحكم بكل خير الحبيب يا ابوي اهلا يا مرحبا المبدع المبدع انت الله يطول عمرك جالك تسع القصص والنكت والذبات الفخمه تلقون كل شيء الله يطول عمرك اسامه عبد الله وروحوا له يستاهل اضافه شخص جميل نفس طيبه يا بتوفي يا مرحبا ولد شاطي ومتغطرس ولا مدير